ألخص كل ذلك ببيان طريقة أراها مفيدة في دراسة النحو، وقد أرشدت إليها كثيرا من الطلاب فذكروا أنهم استفادوا وفهموا النحو وانتهوا من هذه المشكلة التي تسمى عقدة النحو. النحو له ميزة بقية العلوم، هذه الميزة أن النحو علم مترابط من أوله إلى آخره، يعني أن كل معلومة تنبني على ما قبلها، الثانية على الأولى، والثالثة على الثانية والأولى، والرابعة على الثالثة والثانية والأولى، وهكذا حتى ينتهي النحو. فلا تستطيع أن تدرس أول النحو في هذا الفصل، وتدرس بعض النحو في فصل آخر، وتدرس بعضا ثالثا في شهر آخر، وهكذا ما تستفيد ولن تضبط النحو بهذه الطريقة، لأنك في كل مرة ستحتاج إلى أن تضبط ما قبل أن تبدأ بالمعلومات الجديدة، بخلاف كثير من العلوم كالفقه. الفقه ربما تستطيع أن تتفرغ شهراً أو فصلاً لدراسة باب الصلاة، وباب الزكاة تدرسه في السنة القادمة، ما في ارتباط بينهما، بل إنك قد تجد علماء متميزين وطلبة علم متميزين في أحكام الصلاة ومسائلها، وضعاف في أحكام الزكاة أو في أحكام الحج، موجود علماء وطلاب علم متميزين في فقه المعاملات أو العبادات وضعاف في علم في فقه المعاملات، هذا موجود، لأن العلم ليس مترابطا. لكن لن تجد عالما أو طالب علم قويا في الجملة الاسمية ضعيفا في الجملة الفعلية، ما في النحو هكذا، لأنك إما أن تفهم الجميع أو لا تفهم الجميع، لأنه علم مترابط من أوله لآخره. فلهذا إذا أردت أن تدرس النحو فأخذ بهذه الطريقة، أن تأخذ متناً صغيراً من متون هذا العلم كالآجرومية أو النحو الصغير. الخطوة الثانية أن تقرأ هذا المتن عدة مرات، الآجرومية والنحو الصغير يعني لا يتجاوز 22 صفحة من الحجم الصغير، تقرأ هذا المتن 5 مرات 10 مرات في 2 أو 3 أيام لكي تمرر كل العلم على ذهنك. طيب، فإذا انتهيت تنتقل للخطوة الثالثة، أن تستمع إلى شرح، ويفضل أن يكون شرحا مسموعا لهذا المتن الذي اخترته، وحدد منذ البداية هذا المتن، لأنك لا يسمح لك أن تغيره بعد ذلك حتى تنتهي من مرحلة فهم النحو. مرحلة فهم النحو هي باب النحو الحديد الذي ذكره شيخنا ابن عثيمين، لا تتجاوزها أبداً حتى تنتهي من هذا الكتاب الذي اخترته، لا تنتقل لكتاب آخر. اخترت الآجرومية ابقى في الآجرومية، اخترت النحو الصغير ابقى في النحو الصغير. طيب، واخترت شرحا للآجرومية، شرح شيخنا ابن عثيمين وهو متوسط، أو شرح غيره من الشروح، ولي أكثر من شرح عليها، في شرح مختصر في 7 دروس، وشرح مع تمرينات، وكلها موجودة في حسابي على تويتر المفتي اللغوي. فإذا اتخذت هذا المتن وهذا الشرح، استمع إلى هذا الشرح في أيام قليلة، 3 أيام 4 أيام 7 أيام على الأكثر، هي 7 دروس أو 9 دروس. نحن غدا سنشرح النحو الصغير إن شاء الله كاملا في 9 ساعات، في كل يوم 3 ساعات، يعني 9 ساعات. 9 ساعات لا بد أن تستمع إليها
في 3 أيام 4 أيام على الأكثر 7 أيام لو بالسيارة وأنت ذاهب وآتي، يعني لا يشترط التركيز في الاستماع الأول، لأن الغرض من الاستماع الأول أن تمرر المعلومات على ذهنك، ويكفي أن يفهم منها العقل ما وضح. طيب، فإذا انتهيت من الاستماع الأول يمكن أن تترك هذا الشرح 3 أيام أو أسبوع ثم تعود إليه، أو تستمع إليه مرة ثانية مباشرة أيضا في وقت قصير متتابع، إذا كنت حريصا وجادا ولست بمشغول استمع إليه في 3 أيام أو على الأكثر في 7 أيام لكي تعين ذهنك على أن يربط المعلومات بعضها ببعض. فإذا استمعت إليه في المرة الثانية ثق أنك ستفهم أشياء لم تفهمها في المرة الأولى، وربما تقول سبحان الله كأنني لم أستمع إلى هذه المعلومة مع أنني استمعت إلى الشرح من قبل. وهذا أمر طبيعي، لأن العقل البشري مهما كان لا يستطيع أن يفهم كل ما يلقى إليه في المرة الأولى في الأمور العقلية، في الأمور العلمية التي تحتاج إلى تفهم ثم تخزين. فالعقل والشيخ يشرح في المسألة الأولى سينشغل معه ويحاول أن يتفهم هذه المسألة، ثم يحاول أن يخزن هذه المسألة، والشيخ سينتقل للمسألة الثانية والمسألة الثالثة، وربما لا يعود العقل بكامل قوته إلا والشيخ في المسألة الثالثة والرابعة والخامسة، لأن العقل البشري يبقى يتفهم ما سمع ويخزن فترة أطول من المتكلم، ثم يعود مع الشيخ والشيخ يشرح في المسألة الخامسة، ثم يفهم الخامسة فهما جيدا وينشغل بتفهمها وتخزينها عن المسألة السادسة والسابعة والثامنة، ثم يعود مع صاحبه بكامل قوته في المسألة التاسعة والعاشرة وهكذا. فإذا استمعت للشرح في المرة الثانية فإن العقل منذ أن ينتهي الشيخ من المسألة الأولى سينتقل معك للمسألة الثانية، لأنه فهمها من قبل وخزنها، فسينتقل معك مباشرة للمسألة الثانية، لكنه سينشغل بالثانية عن الثالثة والرابعة. فلهذا سنقول إذا انتهيت من الاستماع في المرة الثانية استمع إليه مرة ثالثة لمعالجة ما ذكرناه من قبل. والناس يختلفون ذكاءً وحرصاً وفهماً إلى آخره، فبعضهم قد يفهم هذا الشرح من خلال 3 استماعات أو 4 أو 5، وبعض الناس ربما يحتاج أن يستمع إلى هذا الشرح إلى 10 استماعات، وأنا أعرف أناساً كثيرين استمعوا للشرح إلى أكثر من 10 استماعات، لأنه يجب ألا تتجاوز هذا الشرح حتى تفهم النحو، يعني تفهم أصول النحو. لا يصح علمياً ولا تربوياً أن تنتقل إلى متن متوسط وأنت لم تفهم أصول النحو، هذا سيجعلك تكره النحو وتجده صعباً لأنك لن تفهم ما ستدرسه بعد ذلك وأنت لم تلقي أصول النحو. إذن ابقى على هذا الشرح ولا تنتقل عنه، استمع إليه مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة، فإذا وجدت أنك فهمته فهماً لا بأس به اجلس في البيت على بيالة شاهي منعنع ومرتاح من دون إزعاج، واستمع إلى الشرح استماعاً مركزاً ومعك الكتاب، وتعلق وتسجل بعض المسائل المهمة التي تحتاج إلى حفظ وتهذيب وترتيب وتنظيم، وتكتبها لكي تتأكد بالفعل أنك فهمت كل هذا الشرح، وتراجع بعد ذلك ما سجلته من نقاط تحتاج إلى حفظ، ثم تستعين بالله وتستمع إلى الشرح الاستماع النهائي.
كيف تعرف أن هذا الاستماع هو الاستماع النهائي؟ تستمع للشيخ فترى أنك تعرف ماذا سيقول، أراد أن يعرف الفاعل خلاص أنت فهمته وضبطت الفاعل، تعرف الفاعل قبل أن يعرفه الشيخ، أراد أن يذكر أنواع البدل أنت تعرف هذه الأنواع قبل أن يذكرها الشيخ، أراد الشيخ أن يعرب مثالا معينا أو آية معينة أنت تستطيع أن تعربه قبل أن يعربه الشيخ، معنى ذلك أنك فهمت هذا المتن وانتهيت من مرحلة الفهم وصرت بإذن الله مؤهلا لكي تنتقل إلى المرحلة الثانية في النحو. لكني أحذرك من أن تنتقل إلى كتاب آخر أو إلى شرح آخر، وهذا الذي يفعله كثير من الطلاب، يأتي لي ويقول درست الآج الرومية وسمعت عليها شرح الشيخ ابن عثيمين وشرح فلان وشرح فلان وقرأت عليها التحفة السنية وقرأت عليها شرح فلان وشرح فلان وأيضا ما فهمت. نقول أقول له لأنك لم تعمل إلا شيئا واحدا، أنت إذا استمعت إلى شرح فلان لم تفهم من النحو إلا 20% أو 30%، طيب انتقلت واستمعت إلى شرح الفلان أو قرأت الشرح الفلاني لم تفهم إلا 20%، نفس الفهم الذي فهمته في المرة السابقة من الشرح السابق. كل شيخ له طريقة يهتم بأمور معينة، فمهما انتقلت إلى الشروح أنت ستبقى في 20 أو 30%، لن تستفيد، يعني لن تستطيع أن تستفيد من تخزين العقل وبناء هذه المعلومات بعضها على بعض مرة من بعض بعد مرة. هذه المرحلة ليست مرحلة توسع وتعمق وتقول أريد أن أعرف ماذا قال فلان ورأي فلان والاختلافات، لا، هذه المرحلة مرحلة فهم فقط. فلهذا افهم من أي كتاب من أي شرح، فإذا اخترت هذا الشرح فابق عليه وكرره حتى تنتهي من مرحلة فهم النحو. فإذا انتهيت من مرحلة فهم النحو فقد كسرت هذا الباب الحديد ولم يصل أمامك إلا قصب، فكل من قصب السكر ما شئت بعد ذلك، فسيبقى النحو سهلا وتتلذذ به. ومن عرف وسبقكم إلى ذلك عرف ذلك وقاله.